متابعي المشجع مع احمد عشاق النادي الاهلي في كل مكان، حلقه جديده ومباراه القمه. حلقتنا النهارده هتلاقي فيها موعد المباراه والتشكيله المتوقعه والقائمه المبدئيه من مارسيال كولر والقنوات الناقله للمباراه. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنساش لايك وشير ومتابعه للصفحه يوصلك كل ما هو جديد، وتعليق في الكومنتات بنتيجه المباراه. نبدا حلقتنا بموعد المباراه، المباراه يوم 8/3 الموافق الجمعه الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مقامة في ملعب الأول بارك بالسعودية. النادي الأهلي يدخل المباراة ويريد الفوز من أجل إسعاد جماهيره، ونادي الزمالك يريد تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد الأداء المتذبذب في الفترة الأخيرة ومع مدير فني جديد. القائمة المبدئية من مارسيال كولر بتضم في حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وعمر كمال وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وكريم ندفد وعمرو السليه ومحمد مجدي قفشه وامام عاشور ومروان عطيه واحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وانطونيو مودست ومحمود كهربا. دي القائمه المبدئيه من مارسيال كولر اللي اختارها انها تسافر للسعوديه لخوض المباراه. والنادي الاهلي ادى اولى تدريباته بعد وصوله منذ قليل. النادي الاهلي وصل يعتبر من 4-5 ساعات للأراضي السعودية، الزمالك موجود هناك من يومين. المباراة يوم الجمعة القادمة، كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة. التشكيلة المتوقعة من وجهة نظر مارسيال كولر والتدريبات الأخيرة، في حراسة المرمى هيتواجد مصطفى شوبير وبيتواجد علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وكوكا وامام عاشور والشحات وبيرسي تاو، وفي الهجوم بيتواجد انطونيو مودست. دي التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي بناء على الفترة الاخيرة وبناء على الشد اللي موجود عند رضا سليم وغياب وسام ابو علي ايضا للاصابة. كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه بتواجد جماهير الاهلي وتواجد جماهير الزمالك، مباراه من اللي بيحبها جمهور كره القدم، من اللي بيحبها لعيبه كره القدم. كل التوفيق للنادي الاهلي وتحقيق الفوز وتحقيق الكاس من اجل اسعاد جماهيره في الاراضي السعوديه. جوائز ضخمه من معالي المستشار تركي آل الشيخ، سواء للمتوقعين لاحسن لاعب في المباراه، لصاحب المركز الاول، كل ده بيصب في مصلحة الكرة المصرية. المباراة مذاعة عبر قنوات MBC وقناة اون سبورت بتعليق مدحت شلبي، كما اعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية. كل التوفيق للنادي الاهلي والفوز وتحقيق كأس مصر من اجل اسعاد جماهيره. لايك وشير ومتابعة من كل جمهور النادي الاهلي يوصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.